العمل بها من قبل مديرية التربية والتعليم. مباشرة نذهب إليكم إلى مديرية التربية والتعليم في طول كرم السيد طارق علونا. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية أستاذ طارق. الله يعطيك العافية وصباح الخير وصباح السلامة للجميع، لأبناء وطننا جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. يعني السؤال الأبرز وبصراحة هنالك تخوف بالنسبة للطلبة والأهالي واستفسارات، ماذا عن ملف طلبة الثانوية العامة بمختلف الفروع الدراسية عن المواد والمواد التي من المفترض أن يتم الامتحان بها وعن الموعد وما إلى ذلك من الأمور الأخرى، إجابة على هذه الاستفسارات لدى حضرتكم؟ نعم، بالأمس صدر هناك بيان واضح لوزارة التربية والتعليم ويبين بشكل نهائي الأمور وبعض القضايا المرتبطة بالثانوية العامة، ومنها كان واضحا من خلال البيان بأن موعد امتحان الثانوية العامة لهذا العام يبقى كما هو ثابتا حتى تاريخ الإعلان. إن كان هناك أي أمور في المستقبل يتم دراستها ويتم دراستها قبل موعد الامتحان بأسابيع. نحن في هذا الظرف غير المسبوق وهذا الظرف غير الاستثنائي تعمل وزارة التربية والتعليم ورديفتها مديريات التربية والتعليم، مديريات التربية والتعليم في الوطن تعمل على مدار ساعات متواصلة لأي طارئ. كان هناك أيضا محتوى الامتحان فيما يتعلق بالمواد، محتوى الامتحان أيضا قيل سابقا وصدر أيضا وبين أيضا في البيان بأنه لن يتضمن مواضيع لم تتم تغطيتها وجاهيا أي داخل الصفوف المدرسية قبل التعطيل، أي مع فترة ما قبل التعطيل المدرسي. الوزارة أيضا تعكف على تحديد المواضيع لجميع وذلك من خلال التواصل الميداني مع الميدان التربوي وضبط في كل مدرسة، أقول لك وضبط في كل مدرسة في الوطن وضبط المادة التي تم تغطيتها قبل الدخول في عطلة نتيجة لفترة الحالة الطارئة التي نعيشها. سيتم تحديد هذه المواضيع حتى بعدد الصفحات ودائما يعني وتحت أي ظرف، بخصوص لأن الموضوع أيضا يرتبط بالتحاق طلبة الثانوية العامة في الجامعات. هناك تنسيق متواصل أيضا في هذا الموضوع مع وزارة التعليم العالي لأنه يعني الطالب يلتحق في هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي في جامعاتنا. أصبحت الأمور هذا القرار وهذا البيان جاء بالأمس في موعده ليضع حدا للكثير من التساؤلات التي كانت تدور أيضا في ذهن ولي الأمر والطالب. نعم، هنا عفوا على المقاطعة، لكن سيد طارق هنا أيضا الاستفسار عن الفرع الصناعي والفروع التي تتضمن المواد العملية، هل تم مناقشة حيثيات وتفاصيل هذه المحاور فيما يتعلق الثانوية العامة؟ جميع الفروع سيتم من خلال ما سيتم توضيحه أيضا لاحقا بخصوص المادة المغطاة والمادة التي سيشملها الامتحان سيتم تبويبها وتوضيحها بشكل أيضا نهائي من قبل الوزارة خلال الفترة القليلة وقد تكون اليوم أيضا القادمة بما فيها الفرع الصناعي والمواد العملية أيضا. هذا جميع الفروع يتم متابعتها من قبل لجنة التربية والتعليم، لجنة الامتحانات، من قبل معالي الوزير حتى شخصيا في هذا الموضوع، وفي فيما يتعلق بالطبع يعني كافة فروع الثانوية العامة. يعني هذا يعني أن هنالك بعض الأمور أصبحت واضحة وأنت ذكرتها قبل قليل، وهنالك أمور أخرى جاري نقاشة لحين بالفعل إصدار تحديثاتها بالنسخة النهائية. لكن أستاذ طارق، ماذا عن المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية الأخرى، الدنيا والعليا؟ وبالتالي هنالك استفسار، هل سيتم مثلا الترفيع تلقائي؟ هل سيتم عقد امتحانات؟
الإعلانات، هل سيتم ربما البعض في ما يتم إشاعته هنا وهناك الإبقاء في الصفوف، أم ماذا؟ ما الملامح الواضحة بالنسبة لديكم من قبل وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم؟ أقول هنا بأنه في هذه مرة ثانية في هذا النظام، احنا تعودنا على النظام الاعتيادي، التعليم التلقائي الوجاهي داخل الغرف الصفية. حاليا الأمور نحن نقوم بدورنا في التعلم الإلكتروني، التعلم عن بعد، وهناك جهد كبير تم إنجازه في هذا المجال. لكن بخصوص ما كيف سينتهي هذا الفصل، نحن حاليا لا نعلم. فترة الطوارئ التي أعلنت تنتهي ب5/4، ولكن الأمور نحن ندرك أن هناك لدى الوزارة، وأقولها بصدق هنا وبوضوح، أن الوزارة تتنبه لكل هذه الأمور فيما يتعلق بكيفية إنهاء الفصل الدراسي. نعم. والآلية التي ستتبعها أيضا في الاحتساب، سواء كان لأنه هناك أيضا قطع جزء من الفصل الدراسي. صحيح. الثاني، نصف. صحيح. الفصل الدراسي الثاني تم تغطيته سابقا. كيف ستسير الأمور؟ وزارة التربية والتعليم أيضا تتابع هذه المسألة. يعني حتى هذه اللحظة يعني الصورة لم تكتمل بعد، إلا لحين مباشرة تزويدكم بأي مستجدات من قبل وزارة التربية والتعليم. الهدف من التعليم عن بعد هو مرة ثانية بقاء الطلبة على تواصل وتماس مع الجو التعليمي، مع الجو المدرسي. حاليا هذا ما يتم. أنا يعني إن سمحتي لي أعرج أيضا على موضوع الثانوية العامة. هناك أنا أقول هناك جهد كبير بذل، سواء كان على مستوى الوزارة من خلال ثانوية أونلاين، وستطلق الوزارة أيضا منصة تفاعلية، هي في صدر إطلاق منصة تفاعلية للطلبة وليس فقط دروس القرية. اليوم نزف لطلبتنا في مديرية التربية والتعليم طول كرم، طلبة الثانوية العامة أيضا إطلاق مجموعة ومنصة تفاعلية هنا في طول كرم عبر الواتساب. هذا جاء من خلال تواصلنا مع عدد من الزملاء المعلمين بالأمس. كان المعلم فادي، تواصل مع المعلم فادي الأخرس وغيره أيضا من المعلمين. نعم. وهو معلم في فرع في مبحث المحاسبة، وأيضا المشرفين التربويين. وسيتم هناك طبعا إطلاق هذه المنصة التفاعلية عبر خاصية الواتساب لتلقي أسئلة طلبة الثانوية العامة في جميع المباحث والفروع. تم تحديد المعلمين والذين والساعات المحددة لكل معلم، وبعض المعلمين والمشرفين أيضا قالوا هواتفنا مفتوحة لهذا المجال. وسيكون الطالب في هذه المرحلة لن يكون متلقيا أيضا فقط، بل سيطرح سؤالا مشاركا أيضا ومتفاعلا. نعم. ومتفاعلا. طب. وسيتلقى الإجابة خلال 24 ساعة. أي استفسار لدى أي طالب من طلبتنا، هذه المنصة ستساعده أيضا على تلقي إجاباته وتوضيح بعض المفاهيم التي قد لا يجدها أحيانا. نعم. طب سريعا أستاذ طارق، ولأن الوقت يداهمنا، يعني بخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ماذا عن الخطة المعمول بها من قبل مديرية التربية والتعليم هنا في طول كرم؟ فقط قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا هناك في برنامج تنظيم للدراسة، وهناك نماذج أسئلة تم طرحها على موقع مديرية التربية والتعليم، هي لطلبة الثانوية العامة. هناك أسئلة للفصلين وأيضا إجابات. بخصوص خطة ذوي الإعاقة، تضمنت خطة مديرية في هذه الحالة ترى أيضا الطلبة ذوي الإعاقة. حتى في موضوع الثانوية العامة، في موضوع الثانوية العامة هناك تواصل. لدينا 16 طالب من ذوي الإعاقة في الثانوية العامة تتم متابعتهم، تم الاتصال بهم جميعا، وأنا أيضا تواصلت شخصيا مع بعض الطلبة من خلال الوسائل المختلفة حول آلية استعدادهم وتشجيعهم أيضا لتقدم الامتحان الثانوي العام. هناك خطة تدخل إرشادي طارئة تم تفعيلها، تم تفعيل الهاتف الإرشادي أيضا للطلبة.
هناك تصوير حصص ونشاط تربوي بلغة الإشارة يتم التحضير له، وينطلق أيضا خلال اليومين القادمين من لبعض الزميلات المعلمات، يتم التصوير بلغة الإشارة من قبل أيضا ومن جميع معلمي غرف المصادر اللي قاموا أيضا بتنزيل مهمات وحصص مسجلة أيضا وبلغة الإشارة ليستفيد منها الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، جميع الطلبة هناك في سواء كان في مدرسة عبد المجيد تايب، بنات شويكي، دكتور عبوش، الشهداء، بيت ليد، دكتور عطيل وغيرها من المدارس هناك التي يتوفر فيها غرفة المصادر. نعم، إجمالا نأمل أن تكون صورة وضحت وتم الإجابة على السؤالين بخصوص ملف الثانوية العامة وبخصوص أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيل الشكر سيد طارق علونا مدير مديرية التربية والتعليم في طول كرم، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد نواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم والصباحات الأخرى حاضرة في ظل هذا